هو فريق ريال مدريد كيشارك في هذا المونديال عن جدارة واستحقاق، لأنه فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وشفتوا المقابلات اللي لعبنا امام باريس سان جيرمان وتشيلسي، مانشستر سيتي، ليفربول في الفينال، كانوا ريمونتادات، كانوا مقابلات تاريخيه اللي ما عمر شي فريق غادي يلعب بحال هذه المقابلات اللي لعب فريق ريال مدريد. دونك ريال مدريد كيلعب في هذا كاس العالم للانديه عن جداره واستحقاق، وان شاء الله غيفوز يوم الاربعاء على الاهلي، وغادي نفوزوا ان شاء الله بلقب كاس العالم للانديه. ريال مدريد يحتاج ريمونتادا في الاداء كما قلتي، الا ان ريال مدريد ولفنا به كيلعب بهذه الطريقه هذه، يقدر يكون ما يكونش الاداء كاع في 75 دقيقه او 80 دقيقه وفي الاخير يفوز. المهم حنايا بالنسبه لنا كمشجعين فريق ريال مدريد، كيتصوا هنا في المغرب ولا في العالم، كنامنوا على اننا خصنا نفوزوا. يلعب ان كومبيتيسيون بحال لا كوب دي موند دي كلوب، شيء عادي انها تكون اصابات يعني كتدخل في كره القدم، وإذا كان المستوى هبط يعني شيء عادي لأنه غياب يعني انتدابات، هذه هذا أول سبب بالنسبة لي أنا. ولكن كيف ما قلت لك، فريق ريال مدريد جاي باش يدي اللقب ويزيدوا الخزينة الكبيرة اللي عنده ديال الألقاب، وهذا الشيء اللي خلاه يكون أعظم نادي في تاريخ كرة القدم. أنا ما كنقولش بأن المباراة تكون صعبة على فريق ريال مدريد، نقدروا نقولوا كلاسيكو أوروبي إفريقي، لأنه ما بين كيجمع ما بين الفريقين اللي خدوا اللي حصدوا أكثر عدد ديال الألقاب يعني ديال دوري أبطال. ولكن كيف ما قلت لك، فريق الأهلي فريق جد عادي، الموسم اللي فات فريق الوداد تفوق عليه، وريال مدريد غادي يفوزوا عليه إن شاء الله.